الحكم يقرر احتساب بعد ما أعطى فرصة للاستفادة من الكرة. سنشاهد التغيير الآن، حقيقة تغيير في محله لأن الأرقام لا تكذب هنا، وكان واضح الأداء ضعيف اليوم في أرضية الملعب. ستيفان الشعراوي، عبيدي بليح، تصل لي داكليش، يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة. تحت الضغط في هذه اللقطة، خطيرة التمريرة من كارتي، هدف تقليص الفارق. كم متأخر، لكن ما زالت المباراة لم تنتهي بعد، حتى الآن من صفرة النهاية. ضغط كبير في اللحظات القادمة. رائع كانتي في التدخل واعتراض الكرة. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. وسام بن يخترق ولديه مساحة. الله، واي اصرار، اي عزيمة، واي عودة في الوقت الاخير. التعادل ياتي. الله، فرصة الله على كرة، استخلاص وتدخل ممتاز. يسابقون الزمن، يحاولون، يبحثون عن هدف الفوز. كرة كانت خطيرة، ابعدها في الوقت المناسب. وسام بن يدر، ملعوبة إلى كانتي. وسام بن يدر يتصدى للكرة وتصطدم بالقائم. مستحيل اللقطة، هذا لا يحدث كل يوم. عودة مستحيلة، عودة من تنطلق صافرة نهاية المباراة، وينجح الزوار في تحقيق الانتصار. مباراة كانت صعبة ومتعادلة حتى الدقائق الأخيرة.